في لقاء آخر يجمع ما بين ألمانيا وأسبانيا، وهدف لتبارسكيس في الدقيقة 60 وأسبانيا صاحب الملعب وصاحب الجماهير، ثم هدف لفيشر في الدقيقة 75 طبعا خطأ من قاتل الهدف الأول من أركونادا حارس مرمى إسبانيا، ثم هدف رائع لزامورا في مرمى شوماخر في الدقيقة 82. كانت المجموعة اللي أمامنا المجموعة الثانية كانت بتضم ألمانيا وإنجلترا وأسبانيا.